عليكم. Hello everyone, welcome to learning on Facebook. مرحبا بكم في التعلم على الفيسبوك. معكم الأستاذ سالمي. مرحبا بكل تلاميذي اللي ما تفرش الفيديو اللي فاتت, راح يشوفها باش نقدروا نكملوا في الفيديو تاع اليوم. اليوم إن شاء الله رايحين نشوفوا تصريف الأفعال, درس تصريف الأفعال اللي هي the conjugation. بالفرنسي نقولوا la conjugaison, ويأتي منها الفعل to conjugate بمعنى يصرف الفعل. نصرف الفعل معناها ننسبه لضميره الصحيح وزمانه الصحيح مع التغييرات التي يجب عليكم القيام بها. وكما تلاحظوا يعني حتى في الامتحانات والفروض هناك دائما قسم لتصريف الأفعال دائما, لأنه بكل بساطة الفعل هو عنصر جد مهم في الجملة. تصريف الأفعال يتحكم فيها عاملين, كاين زوج عوامل لازم تاخذوهم بعين الاعتبار قبل ما تصرفوا الفعل, قبل ما تهزوه من صيغته غير المصرفة which is the infinitive form اللي مدوها لكم في الامتحان. نعطيك جملة بعد نقاط ونعطيك بين قوسين to do, to leave, to speak إلى آخره, هي الصيغة غير المصرفة للفعل. أنت اليوم لازم تتعلم كيفاش تصرف الفعل, كيفاش تنحي له الأقواس, تنحيه من صيغته غير المصرفة وترده إن شاء الله مصرف بطريقة صحيحة. قلنا كاين نقطتين يجب أخذهم بعين الاعتبار. النقطة الأولى هي زمن تصريف الفعل, الزمن the tense of conjugating the verb. الزمن كيفاش نعرفه؟ نعرفه من خلال the time indicators ولا the time markers, محددات الزمن التي توجد في الجملة, لأن محال نعطيك جملة بدون زمن. أي جملة راي عندها الزمن تاعها اللي راي ماشيه فيه. هنا كيفاش تعرف the time indicators؟ دوك نشوفوهم مع بعضنا. كاين كلمات معينه اللي هما كي الطوبات, كيما حكينا الخطره اللي فاتت, طوبه مع طوبه يعطيونا كامل المعنى اللي هي الجمله. احد هذوك الكلمات يكونوا time indicators, يحكيوا لنا ولا يحددوا لنا على الزمن. مثلا عندنا last time اللي هي المره الفائته, last معناها فائت. last summer, السمر الفائت, هذو كل رانا في الغائب. عندنا بعكس هذا عندنا the coming ولا the next ولا the coming معناها الجاي ولا القادم. كي تلقاو the next معناها رانا في المستقبل ولا in the future نعطيك قدر, لا دات نعطيك in 1990 معناها راني في الباسي, نعطيك par example in 2030 معناها في 2030, هذه ثاني معناها رانا في المستقبل. وكاين الوقت الحالي اللي هو the present, نقدروا نتعرفوا عليه من خلال المحددات الزمنية كيما now, كيما at the moment يعني في الوقت الحالي الآن. بعد الفيديو إن شاء الله هننحط لكم جدولة لـ the time indicators, محددات الزمنية, وانتم يعني لازم عليكم تقرأوهم تشوفوهم تشفوا عليه وأشك فوت تلقوا بهم في الجمل هكو تقدروا تعرفوهم. عندي الزمن هذا سيطادر الفعل تاعي لازم يتصرف في الزمن هذا in this tense. العنصر الموالي اللي لازم عليك تاخذه بعين الاعتبار قبل تصريف الأفعال وهو الضمير أو الفاعل, الفاعل تاع الجملة مع من راح نصرف الفعل هذا اللي عندي في الجملة, the doer of the action, فاعل الجملة. عادة ما يكون ضمائر, وفي الحالة تاع الأستاذ يعطيك فيها ضمير واضح, ضمير كيما I, you, he, she, it, we, they, هذا كامل معناها الجملة راهي سهلة باش نتفاهمو. كي يعطيك الأستاذ ضمير هكا واضح أعرف بلي الجملة تاعك it's so easy. هنا يتصرف الفعل تاك على حسب الضمير اللي هو واضح. في الحالة اللي شوية تحتاج يعني فهم وتمكن من اللغة من طرف التلميذ هي كيكون الضمير ماهوش واضح, كيكون عبارة عن كلمات مثلا فاطمة and سلمى, هنا قادرين نعوضهم بهم اللي هي هنا يعني نعوضهم بذاي, مثلا I and سامير, أنا وسامير نعوضهم بنحن. قادرين تلقاو ثاني the companies اللي هي الشركات نعوضهم بذاي, the ancient civilization ولا الحضارة القديمة هذه نعوضوها بIt, وروح معها هكا كيف تلقاو the doer of the action. نعود ونديرو ريفيزيون كيف قلنا قبل تصريف الأفعال. Put the verbs between brackets in a correct form, ضع الفعل بين قوسين في شكله الصحيح, في شكله الصحيح معناها conjugate the verbs. هنا واش دير؟ تروح تجري تقرأ الجملة, تقرأها تحاول تتعرف, أول نقطة تتعرف عليها هي the time indicators, محددات الزمن, تحوس لي على last, تحوس على coming, تحوس على next, now, هذا كامل تحددهم. كي تحددهم تعرف وقت الجملة يسمى راك عرفت وقتها راح تتصرف الفعل تاعك. الحاجة الثانية اللي لازم تتعرف عليها هو فاعل الجملة. إذا كان ضمير واضح هاك تنيت, ماهوش ضمير واضح حاول تتعرف عليه, باش تتعرف عليه حاول تتعرف الجمع المفرد إلى آخره. الزمن الأول اللي راح نحكي عليه هو أسهل زمن في اللغة الإنجليزية, أسهل زمن وهو المستقبل, the future simple المستقبل. في المستقبل ما عندك ما تدير, تقرأ الجملة
تلقى مثلا في 2030 ولا في الصيف المقبل in the coming summer in the next summer, هذا كل معناها في المستقبل. واش تروح تدير؟ تروح تجري عند الفعل. الفعل تلقاه ما بين قوسين وتلقاه مسبوق بتو لانها الصيغه غير المصرفه عليها ندوها لكم في الامتحانات. مثلا to go, to go ما بين قوسين next summer I مثلا نقاط to go بين قوسين. واش تروح تدير؟ تروح تنحيتو لانه هنا يبدا تصريف الفعل, نبداو نخربو فيه نحيوتو نحيو الاقواس يبقى لنا go. go هذاك يسمى stem, يسمى stem اللي هو جذع الفعل. جذع الفعل كي الشجره, جذع نبداو نزرعو فيها الاوراق ولا نبداو نموديفيو فيها. هز الجذع تاعك تحطو وتكتبو في النقاط وتبدا تشوف التغييرات اللي رايحين نديروهم. قلنا مادام عندنا the coming summer ولا the next summer معناها راني في زمن المستقبل, ما ندير والو, الفعل ما نخربش فيه بزاف. نهز stem اللي هو الجذع نحط بعد ما نحيت لوتو نحطو نكتبو ونسبقو بويل. ويل مع كل ضمائر ومع كل عيلي تاع الجملة يكون وش يكون الفاعل تحط له ويل, يسمى الجملة تولي next summer I will go, I will go to the beach مثلا إلى الشاطئ. كيف نروحو من الأسهل إلى الأكثر تعقيدا؟ نروحو شوية للزمن الحاضر the present simple, the present وقت الحاضر. وقت الحاضر كيفاش تعرف؟ أول حاجة تحوس عليها the time indicators, محددات الزمن les indicateurs de temps. كي تلقاهم مثلا تلقى now تلقى سا ديبون على الجملة, كي تلقاها تتعرف عليها تفهمها. دوك نحط لكم طابلو باش تعرفوا محددات الزمن. كي تلقاها تعرف باللي الجمله تاعك في وقت الحاضر, ما عندكش حاجه ديرها بزاف. كيما قلنا تروح للفعل تنحيلو الاقواس تنحيلو تو اللي هي تاع الانفينيتيف, تهز السام تاعك وتبدا تتعرف على الفاعل. اذا ما لقيتش هي شي ويت يعني لقيت الضمائر الاخرى ما تكسرش راسك بزاف معها, حطو كيما راهو, اكتبو كيما راهو, ما تزيد لا حتى حاجه, اكتبو كيما راهو برك. بصح اذا لقيت هي شي ايت ولا لقيت كيما ذا كامب اللي هي الشركة, the civilization اللي هي الحضارة, مثلا تلقى the computer اللي هو الحاسوب, هذو كامل رانا نعوضهم بإت, بإت يتعوضوا بإت ولا بهو. مثلا محمد مثلا عليمة ورحمة, هذو ثاني يتعوضوا بشي وإت, يسمى رام نفس الفاعل, نفس قاعدة التصريف. ما تدير والو, تهز الفعل تاك وتزيد له أس على فان, في نهاية الفعل تكتب أس هذا مكان. يسمى إذا كانت الجملة now, now I record a video, انا الان اسجل فيديو, مادام الضمير عندي هو I انا ما نزيدش اس, نكتب record برك. لو كان نحي I نردها مثلا فاطمة, now فاطمة records نزيدو اس لانه فاطمة نعوضوها بشي لانها شي والقاعدة تقول معي شي وإيت, نزيدو اس. هذا مكان. والزمن الاخير اللي بقالنا هو زمن الماضي the past tense. باش تعرف عليه الباست تانس تلقى تايم انديكيتورز كيما لاست, كيما لاست منها سابق, كيما بريفيوس, بريفيوس كيف منها سابق, قادر تلقى لادات تلقى عام هكا قديم فات, هذو كامل رانا في لو باسي رانا في الماضي. واش دير عندك الافعال؟ عندنا نوعين هنايا, شويه الحاله تحتاج تركيز. عندنا نوعين, النوع الاول من الافعال وهو الافعال الرتيبه. الافعال الرتيبه علاه رتيبه؟ لانها تحافظ على شكلها تبقى كيما راهي, نزيدوا لها تغيير طفيف اللي هو اودي مع كل الضمائر في حاله ما يكون الفعل غير رتيب. ودوك نحط لكم يعني صوره على الافعال غير رتيبه, هذو تحفظ ما عندها حتى حل, لازم تحفظها وبالممارسه والتذكر راك تشفي عليهم كامل ان شاء الله, ما تكسرش راسك. قلنا هنا داخله في مجهودك الخاص, لازم عليك تشفي عليهم, لازم عليك تحفظهم بالممارسه طبعا, وحل التمارين تشفي على معظم الافعال ان شاء الله. نشوفوا مثال كيما الفعل to write. to write يعني يكتب, في الماضي يولي لنا wrote, I wrote a letter to James last year, كتبت رسالة إلى جيمس في العام الماضي. عندنا the time indicator last year, عندنا الضمير I اللي هو أنا, الفعل to write يولي لنا في الماضي wrote. هذا ما كان بالنسبة للفيديو اليوم, إذا عندكم أي تعليق ولا أي سؤال تفضلوا اكتبوه في the comments box. Thank you so much and see you next time.